مشاهدينا الكرام، اهلا بحضراتكم. حلقه جديده من مساحه للراي. 9 سنوات مرت على افتتاح قناه السويدة، والذي وافق يوم 6 أغسطس من عام 2015، وحققت القناه طفره في تقليل زمن العبور من 20 ساعه الى 11 ساعه وزياده معدلات الامان الملاحي بالقناه. شهدت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس إنجازات عديدة وتنمية حقيقية بالمناطق الصناعية والموانئ البحرية التابعة، وهذا اتساقا مع خطط الدولة المصرية الطموحة في تحقيق التنمية المنشودة بالتوازي مع الإنجازات المتتالية بعد ثورة 30 يونيو العظيمة، والتي دفعت البلاد إلى مصاف الدول التي تتنافس مناطقها الاقتصادية في جذب الاستثمارات الأجنبية العالمية على أرضها. حول ذكرى افتتاح قناة السويس الجديدة ودورها في تحقيق التنمية، سيكون الحوار مع ضيفي الكبير الأكاديمي الدكتور مدحت الصالح، أستاذ الإدارة والتنمية المستدام. اهلا بك يا دكتور، منورنا. تحياتي واحترامي يا حبيبي. كل سنه وحضرتك طيب، وكل سنه وكل الشعب المصري بالف خير بمناسبه 6 أغسطس، ذكرى يعني ذكرى توحد الشعب المصري خلف القياده السياسيه وانشاء مجرى مائي اخر لقناه السويس. خلينا نطلع تقرير وبعد هذا التقرير نفتح هذه المساحه للراي لهذه الذكرى العظيمه بعد هذا التقرير، فابقوا معنا. حظيت قناة السويس بمكانة كبيرة في قطاع التجارة العالمية لكونها الممر الأكثر والأكثر أمانا في حركة التجارة العالمية التي تربط بين الشرق والغرب، مما شجع الدولة على استغلال هذه المكانة وإنشاء قناة جديدة لازدواجية مرور السفن في الاتجاهين بدون توقف في مناطق انتظار داخل القناة الملاحية، وذلك في ظل نمو حركة التجارة العالمية. وعلى مدار 9 سنوات مضت، نجحت مصر في إحداث طفرة استثمارية كبيرة في منطقة قناة السويس الاقتصادية والاستفادة من الممر الملاحي الأهم عالميا ووضع مزايا وحوافز للشركات العاملة، كما ساعدت إقامة قناة السويس الجديدة في أن تتحول المنطقة الاقتصادية لقناة السويس لإحدى المناطق الاستثمارية الكبرى، حيث حظيت باهتمام كبير من جانب الدولة خلال السنوات الماضية، فشهدت إنجازات عديدة وتنمية حقيقية بالمناطق الصناعية والموانئ البحرية التابعة لها، لما تمتلكه من إمكانات كبيرة تؤهلها لأن تصبح وجهة استثمارية ومركزا إقليميا للاستثمارات الأجنبية والخدمات اللوجستية والصناعات الكبرى، كما استطاعت أن تجذب أنظار الشركات والمؤسسات الاستثمارية العالمية خاصة في الاستثمارات النظيفة والطاقة الخضراء، إضافة لتوطين العديد من الصناعات الاستراتيجية مثل صناعة السيارات والبتروكيماويات. ويشير المراقبون إلى أن إيرادات قناة السويس قد وصلت إلى نحو 9.5 مليار دولار العام الماضي، وهو العائد الأكبر في تاريخ القناة منذ إنشائها، مؤكدين أن الحوافز والضمانات التي تقدمها الدولة بهدف تنشيط حركة السفن العابرة لقناة السويس في مواجهة الأحداث الرهينة التي تشهدها منطقة البحر الأحمر. وتواصل الحكومة حاليا العمل ليل نهار على تطوير القناة باستمرار، بما يؤدي إلى زيادة القدرة الاستيعابية لها واختصار زمن العبور إلى النصف وتفادي أي تحديات ملاحية طارئة، بالإضافة إلى تحقيق أعلى معدلات الأمان الملاحي بمنطقة قناة السويس بأكملها. مشاهدينا الكرام، اهلا بكم مجددا. دكتور مدحت، خلينا قبل ما اتكلم على اهميه هذا المشروع العملاق الذي توحد الشعب المصري كله عليه، خلينا نتكلم على هذه الذكرى وكيف يعني رايت يعني هذه الملحمه التي سطرها المصريون اثناء دعوه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لانشاء قناه موازيه لقناه السويس، ومش عايز اقول خلال اسبوع او 8 ايام او اسبوعين بالكثير استطاع الشعب المصري أن يجمع 64 مليار جنيه. التحية والاحترام لحضرتك أستاذ إيهابي والأهل مسبيرو جميعا. بداية موفقة. نعم. هنأت الشعب المصري وهنأتنا جميعا بهذه الذكرى التاسعة. نعم. الإشارة إلى 64 مليار جنيه في وقت كان الدولار ب8 جنيه
وجمعوا في وجمعوا فعلا في اقل من اسبوع، لدرجه ان البنوك توقفت عن هذا، او خلينا نقول في اسبوع كاملا. دعوه السيد الرئيس لتمويل هذا المشروع الوطني لقت استجابه غير عاديه من كافه المواطنين في مصر، وتسابقوا اليها وما الى ذلك. اتمام بدايه مشروع القناه احدث بالفعل نقله حضاريه في الانفراستراكشر او البنيه الاساسيه المصريه. دلوقتي استاذ ايهاب بقينا نحار، هي بنيه اساسيه ولا بنيه تحتيه ولا بنيه فوقيه، لدرجه ان احنا بقينا نقول بدل ما نقول البنيه التحتيه نقول البنيه الاساسيه، لان البنيه بقت في البحار، في الموادي، في الطرق والكباري، في المونوريل، في القطارات السريعة، في القطار، فأصبح البنية الأساسية هو التعبير، استخدام لفظ البنية الأساسية هو التعبير الأفضل في مثل هذه الأمور. قناة السويس اتجاهين، نعم. كنت في زيارة الإسماعيلية، كنا في مؤتمر علمي، وخدونا بعد المؤتمر قالوا لنا تعالوا شوفوا توسيعة القناة. منذ سنوات خلت، تحديدا 4 سنوات خلت، لم أكن شاهدت القناة عقب التوسعة وما إلى ذلك، ونظرا لأن زي حضرتي وحضرتك ورفاقنا كثيرا ما نعي القناة وما نعي مدن الثلاث مدن البواسل، السويس والإسماعيلية وبورسعيد، فوجئت لدرجة أنني دعت أساتذتي ورفاقي وزملائي وتلاميذي، قلت لهم إحنا هنقول للرئيس مش يعملها اتجاهين، يعملها دورين. شاهدت المراكب العابرة وذات الغطس الغير عادي، غطس القناة النهاردة بيصل ل 24 و25 متر، وهي في الحبولات العالمية وفي المراكب العابرة للبحار والمحطات شيء غير عادي. يمكن كلنا نشعر الآن قناة السويس، يمكن كنت في حلقة سابقة مع حضرتك في العام الماضي وكنا بنشيد بأن القناة حققت 9.4 مليار دولار في سنة سابقة لم تحدث. التأثيرات الحالية على قناة السويس نتيجة الحرب الدائرة السورية، يعني هنتكلم بقى، انت واخد الموضوع كله كده، اصبر عليا بقى كده نتكلم. طيب اتفضل حضرتك. يعني خليني هنا بقى، انا بتكلم اولا على دلالة ان الشعب توحد خلف القيادة، ده شيء مهم جدا. خليني برضو اتكلم برضو قبل ما اتكلم على اهمية هذا التطوير، يعني واللي حضرتك اخدت جانب منه، الحفل الذي يعني تم بافتتاح هذه القناة اللي تم في وقت قياسي جدا يعني ده. وهنا طبعا كل التحية للرجالات القوات المسلحة المصرية والهيئة الهندسية للقوات المسلحة وكل الشركات العاملة في حفر هذه القناة. خليني هنا اتكلم دكتور وحضرتك استاذنا في مسألة التنمية المستدامة، مسألة الإصرار عندما يكون هناك قيادة سياسية واعية محبة لهذا الوطن، ويكون هناك خلف هذه القيادة رجال آمنوا بهذه الرؤية فيتم التنفيذ بهذه السرعة وبهذه الكفاءة. بالفعل هو كان المشروع لم يكن من السهولة. مسيرة التنمية المستدامة أستاذ إيهاب بي مسيرة عسيرة، لا أي قائد he haven't switch on switch off، هو لا يملك مفتاح إحداث النمو ثم مرة أخرى يحقق بهذا المفتاح التنمية وما إلى ذلك. وهنالك فرق ما بين النمو جروس، تنمية مستدامة ديفلوبمنت، تنمية مستدامة جهد علمي عملي حقيقي يرقب مستويات الأجيال الحالية دون الإضرار والانتقاص من قدرات وحقوق الأجيال القادمة. قناة السويس تمت بإرادة من القيادة ومن الشعب، حينما طلب السيد الرئيس من أن نمول هذا المشروع ذاتيا، أرقى أنواع التمويل كمتخصص وكأكاديمي اقتصاد علوم سياسية إدارة هو التمويل الذاتي، هو أرقى أنواع التمويل. مولنا هذا ذاتيا ل 64 مليار 8 جنيه مصري 8 مليار دولار، واستفاد المواطن أيضا، هو لم تأخذه الحكومة عنوة أو غير، ولكن ردت إليه فوائده وردت إليه الوديعة الأصلية في نهايته. كان اختبار للقدرات المصرية في هذا الشأن، إدارة
وإرادة. طيب. نجحت في تحقيق هذا العلم، وزي ما حضرتك أشرت في مدة زمنية 12 شهرا، وهو ما لم يسبقنا أحد مثله في التاريخ. طيب. أتكلم بقى على أهمية هذا التطوير، ومن منطلق رؤية قريبة وحضرتك بتحكي عنها، انك انت رحت وزرت المكان وكده. لما شفت المكان ودعبت اساتذتي هذه الدعابة احنا عايزينها دورين مش لا، شاهدت على هنا اقولك على الطرف الاخر الجانب الشرقي، الجانب الشرقي لقناة السويس. ما هذه العمارات؟ ما قالوا لي دي مدينة الاسماعيلية الجديدة. لم اجد بلوك او اثنين او ثلاثة، وجدت مدينة على مرمى النظر وما الى ذلك. بصفتي كباحث ومتخصص واكاديمي، هل في بورسعيد هذا؟ نعم. هل في السويس يحدث هذا؟ الانفاق بدات 5 انفاق ربطت الغرب بالشرق. 3 و3 نعم. هنالك الاول نفق الشهيد حمدي الذي كان موجود رحمه الله عليه وعلى رفاقه، ثم الثاني في مدينه السويس، واثنان في الاسماعيليه. المدهش يا أستاذ إيهاب حاجة غريبة جدا، إنها أنفاق على المستوى العالمي، أنفاق تستوعب الطاقات والحركة والنقل وإلى ذلك، تستوعب الأعطال، تستوعب الأعمال التخريبية، تستوعب. ومن المدهش أن حينما وصلت بريمات الحفر، بالإشارة إلى الإرادة التي كنت تتحدث عنها وحب المواطنين لإكمال هذا المشروع، وقف العاملون بشركات القطاع العام المصرية، المقاولات والأخرى سواء خاصة أو عامة، يشاهدون كيف ستبدأ البريمة في العمل ويتم تركيبه، ثم أزاحوا الآخرين جانبا من أي جنسيات تتخيل، الألمان، الفرنسيين، وبدأوا عملية الحفر. وهي عملية خطيرة جدا، لأن أنت مش بتحفر في صحراء، أنت بتحفر وفوقيك القناة وما إلى ذلك. وأتموا أعمال الحفر والإنفاق في ظل شهادة لا إعجاب منهم، لم يضاهينا في ذلك إلا حينما عاد الطيارون المصريون طائرون بالرذال من فرنسا إلى مصرنا الحبيبة، وهم أول مرة يركبونها بعد أدائهم للمهام التدريبية هناك. يمكن تاريخيا ممر قناة السويس من الممرات اللي الشعب المصري دفع الغالي والنفيس في هذا الممر، وتاريخيا لما نشوف حتى الأفلام الوثائقية نشوف قد ايه المصريين كانوا بيفحروا بأيديهم وبقى بأدوات قديمة. وهنا اتكلم على أهمية قناة السويس بالنسبة للدولة المصرية وللمصريين، وأهمية قناة السويس عالميا في ظل بعض الأنباء المتواترة من وقت إلى آخر بإنشاء قنوات موازية، لا هنعمل قناة إيه، لا يبقى في تأثير سلبي إذا تم إنشاء قناة ما بين مش عارف إيه وإيه، كلمات بتطلع كتير أو مقالات بتطلع في هذا الصدد يعني. كثيرا ما سمعنا حصل، وأحيانا تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن، وأحيانا يحدث ما قد لا يحمد عقبة. هذا التطور الحادث في جنوب البحر الأحمر عندما عند اليمن والحديدة والحوثيين وما إلى ذلك، هو أخرج كنا نتفاخر وكنا سعداء، بس لا داعي، كنا سعداء بتحقيق هذا الرقم 9.4 مليار دولار في عام واحد. تناقص الرقم تناقصات غير عادية بسبب الحروب الحالية الصهيونية الفلسطينية. الدراسات ما فاتئة، يحدث هذا إلا وبدأت في كل المجالات. هذا يحدثنا عن المجرى الروسي الصيني في وسط الجليد، وهذا يحدثنا عن القطار الذي سينقل وما الحطات التي ستنقل من الصين والهند إلى جزيرة العرب، ومنها إلى الأردن، ومنها إلى أوروبا وما إلى ذلك. وهذا يحدثنا بل حدثونا أيضا عن إيلات أشدود أو إيلات يافا أو حيفا أو ما كان ذلك، القنوات التي يحدثونها. لا توجد دراسة حقيقية تشجع على إتمام مثل هذه الأمور، بل إن العالم الآن يتضرر من الالتفاف حول قارة إفريقية والنبوء إلى رجاء الصالح وما إلى ذلك. هذا أمر يصعب أغفاله. 12% من حركة التجارة، الملايين من العابرات وناقلات البترول تعبر القناة
كل طوال العام. الإحصائيات كلها تشير إلى ضرورة عودة القناة إلى هذا. يسعدني أن القناة في خلال هذه الأمور كنا بدأنا في مراكز اللوجستيات حتى نراين اليخوت وما إلى ذلك. أتكلم على بتفاصيل أكتر. ويمكن كان في حديث ما بيني وما بين ضيفي الدكتور مدحت قبل الحلقة أن من الخطأ استغلال ممر قناة السويس كممر كبوابة. لابد أن تكون هناك خدمات ولوجستيات حوالين أو ما يعني هذا الممر للاستفادة أكثر. خلينا نطلع تقرير للصحافة وبعد هذا التقرير نتكلم على اللوجستيات على جانبي قناة السويس بعد هذا التقرير. فابقوا معنا. في الأهرام الدكتور محمد علي إبراهيم أستاذ الاقتصاد والعميد الأسبق لكلية النقل الدولي واللوجستيات ذكر أن قناة السويس كانت تستحوذ على 8% من التجارة العالمية قبل حفر القناة الثانية، لكن هذه النسب زادت إلى 12.5% من حجم التجارة العالمية، وهو ما يؤدي إلى زيادة أهمية مصر الاستراتيجية، مشددا على أن القناة ممر لوجستي وتجاري عالمي. أما في اليوم السابع وليد جمال الدين رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس يشير إلى رؤية الدولة المصرية في تعظيم الاستفادة من إمكانيات المنطقة الاقتصادية والتي تتمثل في 4 مناطق صناعية و6 موانئ بحرية على البحر المتوسط والبحر الأحمر من خلال تجهيزها ببنية تحتية بمواصفات عالمية، بالإضافة إلى استراتيجية التكامل بين الموانئ والمناطق الصناعية واللوجستية والتي قدمت نموذجا لدعم سلاسل الإمداد وحركة التجارة والصناعة. في حين يؤكد وليد جمال الدين المدير التنفيذي للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس في المال أن المنطقة الاقتصادية تتمتع بحوافز ومزايا استثمارية تؤهلها بأن تكون ضمن مصاف المناطق الاقتصادية العالمية فضلا عن موقعها الجغرافي المميز، وقد أوضح أنها تتضمن 6 موانئ بحرية مطلة على البحرين الأحمر والمتوسط مرورا بقناة السويس أهم مجرى ملاحي، وكذلك مناطقها الصناعية الأربعة التي تتمتع ببنية تحتية ومرافق وشبكة طرق وأنفاق تربطها محليا بالمدن الجديدة. وأخيرا في جريدة الوطن محمد فتح الشريف مدير مركز العرب للأبحاث والدراسات يقول إن مشروع قناة السويس الجديدة كان علامة كاشفة على الخطوط التي تسير عليها طبيعة العلاقة بين الدولة والمواطن في مصر ما بعد 30 يونيو، دولة يقف فيها المواطن إلى جانب دولته في مختلف المواقف، وعندما يتعلق الأمر بمشروع قومي فإن الجميع يقدم كل ما بوسعه. مشاهدينا الكرام اهلا بكم مجددا. دكتور مدحت كنت بكلم مع حضرتك ان يجب او ان يكون هناك لوجستيات وخدمات على جانبي قناة السويس للاستغلال الامثل لهذا الممر المائي الهام. يعني 100% كلام حضرتك مظبوط جدا وكلام علمي عملي يرقى الى مره، وهو بدأ بالفعل. لكن عشان نشوفه من منظور أوسع يا دكتور إيهاب نلاقي حاجة مهمة قوي، ألا وهي إنك استحالة تشوف قناة السويس من غير شبه جزيرة سيناء من غير المنطقة الاقتصادية لقناة السويس. المنطقة الاقتصادية النهاردة تكاد تكون ومضات مضيئة ونبراسات غير عادية على مستوى التقدم الاقتصادي المصري والصناعة. في مصرنا الحبيبة نحتاج من البلو جينز إلى الصاروخ، من إنتاج التيشيرت والبلو جينز إلى الطائرات والصواريخ وما إلى ذلك. إذا مصر محتاجة المنطقة الصناعية بطريقة غير عادية. المناطق الصناعية محتاجة مراكب صناعة السيارات، يجب أن تكون من قريبة من الموانئ والممرات الملاحية التي بالمناسبة أصبحوا 6 موانئ بحرية ترقى إلى المستوى العالمي في التحميل والتفريغ والشحن وما إلى ذلك، بالإضافة إلى إنشاء المراكز اللوجستية الداعمة أرضيا وبحريا وخدمات والتموين، لدرجة أن خدمات التموين السفن ووقود السفن أصبحت في قطاع خاص بها. بخصوص مسألة تموين السفن عايز أقول برضو أن حتى الطاقة المتجددة أصبح هناك محطات تموين بالهيدروجين الأخضر، وده شيء مهم جدا. نعم، وستكون هذه المنطقة هذا الثلاثي
قناة السويس والمنطقة الاقتصادية وشبه جزيرة سيناء في القطاع البحري ستتطور عملية أو تم التعاقد بالفعل على إنتاج الهيدروجين الأخضر، وهي عملية يعني يصعب إيجادها في منطقة الشرق الأوسط. تتميز مصر بهذه الأمور وهذه الاحتياجات التي قد لا أعيها علميا وتقنيا، هنالك متخصصون في هذا المجال، إلا أن الدراسات تثبت وتسفر عن طفرة مالية مادية حقيقية تقنية في باستخدام هذا الهيدروجين الأخضر، وطفرة بيئية أيضا. وليس أدل من هذا أن هذه شهادات ليست شهاداتي ولا شهادة حضرتك ولا رفاقنا في البرنامج، بل هي شهادات دولية وقوة عظمى تتصارع بالحدوث. خلينا أقول إن عفوا إن إيجاد يعني هذا الممر المائي الإلهام وضع مصر على خريطة أو الخريطة الاقتصادية والتجارية اللي كانت هي أصلا موجودة عليها، لأن هذا الممر هو ممر قديم يعني، ولكن مع التطوير اللي حصل أصبح يعني أكثر أهمية. خلينا أتكلم على إنشاء مناطق صناعية على ضفاف هذا الممر المائي، جبل عتاقة وتقريبا منطقة صناعية روسية، منطقة صناعية خاصة بالصين، وهناك حديث على ما يسمى بسياسة ترانزيت أو إنشاء مناطق خاصة بترانزيت للنقل إلى أماكن أخرى يعني. أصدقك القول دكتور إيهاب، كنت دائما أستحس الحكومة وأجد في نفسي حينما أتعرض لدراسة أو هنا أو هنا لماذا هذا البطء، علينا أن نقفز علينا. لكن في يوم من الأيام عقب الهدوء وصلاة الفجر اكتشفت إن هذه الأمور يجب أن تأخذ وقتها والكثير من التخطيط. فصديق اليوم قد يكون عدو الغد، ومن سيعمر هذه المناطق خاصة في الشرق يجب أن تكون الأمور محسوبة ومحسومة بشيء من الجدية. فهذا الدب الروسي وهذا التنين الصيني وهذا الفيل الهندي والعم سام ورفاقه والاتحاد الأوروبي ومن يتبعهم، إذا كان لابد من التخطيط الجيد للمنطقة الصناعية، وهي بدأت بالفعل. وبالمناسبة هنالك لن تنحصر المناطق الصناعية في منطقة قناة السويس فقط. فبالأمس طلعتنا اجتماعات وزراء الخارجية المصري والتركي عن منطقة صناعية جديدة تكون بمرسى مطروح في واحد جعبوب وما إلى ذلك، وهي نقلة أخرى، لأن التنمية المستدامة تتصف بالعدالة، يجب أن تتصف بالعدالة. أحد صفاتها التي درستها وكتبتها في أبحاثي وسأنشره قريبا أنها يجب أن تتصف بالعدالة. العدالة في الغرب، تنمية في الغرب، تنمية في الجنوب، أسيوط ومصانع تكرير البترول وما إلى ذلك، والمصفاة والدنيا، صناعة البتروكيماوية، نعم، وبندان والطاقة الشمسية، البحر الأحمر وشق الجبال، تحلية المياه، كل هذا يجب أن لكني أعود فأذكر حضرتك إن كل هذا لن يحدث لمجرد سويتش اون سويتش اوف، بل هو يحتاج إشكالية التنمية المستدامة مستمرة، لابد يعني عمل مستمر، نعم. وإشكالياتها أصبت أن لو وضعناها داخل الهرم الفرعوني التنمية المستدامة سنجدها في الرؤية، رؤية القيادة صاحبة الإرادة، ثم في التكلفة التمويل، ثم في الزمن. مشاريع التنمية المستدامة مكلفة ضاربة في الزمن، تحقق وتبقى أزمنته. لست ضد المشاريع الأخرى، يعني التنمية المستدامة طاقات وألواح شمسية وسيارات وما إلى ذلك وإنفراستراكشر حقيقي وكل هذا، لست ضد مشاريع البسكويت والعلكة والبونبون والمقرمشات وما إلى ذلك، هي لها بصمة أخرى، لكني مع هذه المشاريع الكبار التي ستعيد الحديد والصلب، ستعيد حتى المنتجات والملبوسات وما إلى ذلك. منذ قليلا ذكرت لك من البلوجينز للصاروخ، نحن نحتاج إلى هذا، مرورا بالميكينات المصنعة لهذه الأمور نحتاجها بالفعل كي نحقق طفرة حقيقية. لست من مدرسة القفزات،
أحب دائما وألقن طلابي والباحثين في حتى في المراحل المتقدمة من الدراسات العليا الماجستير والدكتوراه، أقول لهم اصعد الدرج درجة 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 وساوي. هذا يصلح للأمم أيضا، الأمم أصبحت تخطط لمئات السنوات القادمة وللأجيال السابقة. ما يحدث في مصرنا الآن هو يتسق مع الأجندة المصرية 2030 الخاصة بالتنمية المستدامة. وقد أقول صادما للبعض يا دكتور حينما أقول أن بعد ما حدث في العالم خلال الخمس سنوات الماضية وما إلى ذلك لن تستطيع أمة من الأمم حتى أعطى الرأسماليات العالمية على تحقيق التنمية المستدامة 100% مثلما جاء أهدافها وبعدها مثلما جاء في أضابير الأمم المتحدة. لكن كل أمة ستحقق بقدر ما سعت وقدر ما عملت، والأمة المصرية يشرفني أنها على الدجري الخاص والمدرج الخاص بتحقيق التنمية المستدامة. الأمم المتحدة تشيد بهذا، الأمم المتحدة تتخذ من مشروع حياة كريمة التي أطلقت مع حضرتك عليه مشروع حياة كريمة للجميع، فهو سيحدث الهجرة العكسية، ليس هنالك من يهاجر من المنصورة إلا للعلم أو للصحة أو لتربية أولاده تربية أفضل، ولا من البورسعيد ولا من الأسكندرية، ولا هؤلاء سيعودون، ولا من صعيدون الموقر سيعودون حينما يكتمل مشروع حياة كريمة. وهمسة في أذن حكومتنا الغراء، هذا المشروع هو مشروع عظيم للأمة المصرية، علينا إكماله رغم تكلفته الغير عادية. أخيرا خليني أقول يعني تفسيرك لمسألة إن الجينات المصرية دائما حاضرة عندما يكون هناك رؤية لقائد يعني محب للوطن ويعني إصرار وعزيمة على إنشاء مشروع عملاق أو كبير زي مشروع ممر قناة السويس. نعم، كتير قوي بيقولوا أقوال كثيرة عن الشعب المصري في عز الهم خفيف الدم صاحب إرادة صاحب طفرة غير عادية في تحقيق الدين، وحينما يستفز هذا الشعب تجده ينهض نهضة غير عادية. ألم يقولوا لنا لن تعبروا القناة، هذه القناة أيضا، ولو عبرتوها لأحرقتكم النيران النضال، ولن تستطيعوا صعود بارليف، ولو صعدتم لألقيناكم من أعلى، وفعلناها. كذلك قالوا لنا حينما بدأنا في الاتجاه للإصلاح الاقتصادي، ماذا قال؟ قال لنا رفاقنا من الأساتذة والأكاديميين العرب والعالمين والأفارقة، لنت كيف هذا؟ وحينما فعلناها واجتزنا هذا بعد ألف ليلة ويوم قبل أن تحدث أزمات كورونا وأخواتها ثم الحرب الروسية الأوكرانية ثم هذه الحرب الصهيونية وما إلى ذلك، قالوا لنا حينما نجحنا في هذا، كانوا يدعبوننا يا دكتور إيهاب في المؤتمرات العلمية وفي معرض الكتاب، يقولون أنتم فراعنة حقا، كيف فعلتموها؟ لذلك حينما يرى الشعب في قائده قدرة على المبادرة، صدق في رؤيته وما إلى ذلك، لن تحقق أي حكومة في العالم، لن تحقق أي حكومة في العالم البرنامج الذي وضعته 100%. تحدث هنالك ومضات حمراء ومضات أخرى تعي أن هنالك بعض الأخطاء علينا إصلاحها في هذا المجال، والمرونة تحقق هذا في البرامج المصرية الحالية. الله يحفظك يا دكتور. كل الشكر والتقدير إلى ضيفي الكبير الأكاديمي الدكتور مدحت الصالح أستاذ الإدارة والتنمية المستدامة، كنت ضيفا عزيزا في هذه المساحة للرأي، بشكرك شكرا جزيلا. تحية. وشكر كل السادة المشاهدين على حسن المتابعة، ألقاكم دائما على خير، إلى اللقاء.